أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المشاهد نت: تعز تشيع جثامين 16 مختطفا قتلوا في سجن الشرطة بصنعاء. من موقع سبتمبر نت: بعد زمن طويل من التهميش والحرمان الشرعية في المقاطرة. وفي الحرف 28: شركة الغاز بتعز تعلن تخفيض سعر الغاز المنزلي. ومن أخبارنا المنوعة: الصين تمنع الضحك في التلفزيون لأنه يهدد سلطة الرئيس. أهلا بكم. والبداية من إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخها نحو السعودية، حيث اعتبر موقع يمن الغد إطلاق الصواريخ تحديا وعنوان: الميليشيات تتحدى الأمم المتحدة ومبعوثها المتواجدة في صنعاء. قال الموقع إن ميليشيا الحوثي أعلنت تحديها للأمم المتحدة ومبعوثها الجديد إلى اليمن المتواجد حاليا في صنعاء، وأطلقت صواريخ باليستية باتجاه السعودية في ساعة متأخرة من مساء أمس. وأعلنت وسائل إعلام سعودية أن منظومة الدفاعات الجوية الباتريوت اعترضت صواريخ باليستية شمال شرق العاصمة الرياض وفوق جازان. وكانت الميليشيا أعلنت أنها أطلقت 3 صواريخ باليستية باتجاه العاصمة السعودية الرياض في ظل تواجد المبعوث الأممي الجديد في العاصمة صنعاء. يبقى مرفأ الحديدة المطل على البحر الأحمر غرب اليمن عاجزا عن تأدية دوره الرئيسي كنقطة وصول رئيسية للمساعدات الإنسانية، رغم مرور 3 أشهر على إعلان التحالف العسكري بقيادة السعودية رفع القيود التي فرضها على حركته، وذلك وفقا للمصدر أونلاين والذي عنوان: ميناء الحديدة محاصر بحكم الأمر الواقع رغم رفع القيود عنه. يقول الموقع: لطالما كان مرفأ الحديدة يعج بالحركة، ولكنه الآن لا يستقبل إلا القليل من الواردات. وتقول سوزي فان ميغن المسؤولة في منظمة المجلس النرويجي للاجئين: يجب أن يدعم مرفأ الحديدة أو يدعم مرفأ الحديدة أكثر من 20 مليون يمني، ويجب أن يكون مصدر 70% على الأقل من كافة الواردات إلى اليمن. وأضافت المسؤولة التي زارت الميناء في أواخر شباط فبراير الماضي: بدلا من ذلك هو قطعة أرض شبه مهجورة. ووفقا لفان ميغن، فإن الأمر الأكثر إثارة للدهشة في الميناء هو تدمير الرافعات الخمس، في إشارة إلى قيام طائرة التحالف بقصف الميناء في الأشهر الستة الأولى من العمليات العسكرية. وتوضح أن الرافعات المدمرة باتت تشكل عائقا أمام الحركة في المرفأ، بينما تبدو منطقة التخزين التي كانت في السابق تتكدس فيها الحاويات فارغة إلى حد كبير. وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان يكتب مقالا تحت عنوان: كنتم السبب وكان المنفذ. وقال الرويشان في المقال المنشور في بلقيس: التحالف ضرب ودمر كل شيء خلال 3 سنوات، وهذا صحيح تماما. جرائم كبيرة بلا حدود، ولكن من أعطاه الفرصة وبقرارات من مجلس الأمن. في السياسة النجاح أن تخرج بأقل الخسائر وأن تحافظ على بلدك وشعبك ومقدراتك. كنتم قادرين على أن توقفوا الحرب بكلمة في نصف دقيقة، وتحرجوا خصمكم أمام العالم كله، وتوقفوا تدمير اليمن، ولكنكم لم تفعلوا. هنا مربط الفرس كما يقال، هنا الجريمة الكبرى. لم تأسفوا على شيء، لم تدعوا ما ليس لكم، آثرتم أنفسكم على اليمن واليمنيين. حماس أوقفت إسرائيل بعد 33 يوما من الصواريخ الحارقة. لبنان أوقف إسرائيل بعد 30 يوما من الضرب. لم يستسلموا، لكنهم آثروا شعبهم وبلدهم. حتى عبد الناصر أوقف الحرب بعد 6 أيام من تدمير قوته الجوية. عراق صدام أوقف أمريكا سنة 1991 بعد 36 يوما من تدمير مقدراته. كل هؤلاء فعلوا ذلك لأنهم يحبون بلدهم وناسهم، ولم تفعلوا ذلك لأنكم تحبون أنفسكم فحسب وتكرهون شعبكم. السياسة أن تحمي بلدك وشعبك. للتحالف جرائم وأخطاء وخطايا بالآلاف، لكنكم الخطيئة الكبرى.
لأنكم لم توقفوا تدمير البلد ما دمتم مسؤولين عن الكارثة، وذلك بأن تدعوا ما ليس لكم. هذا كلام في السياسة والمسؤولية. منذ زمن طويل من التهميش والحرمان عانته مديرية المقاطرة الواقعة شمالي غرب محافظة لحج، زادت ميليشيا الحوثي الانقلابية من تلك المعاناة ودمرت كل مقوماتها وحطمت أحلام أبنائها، ووفقا لموقع سبتمبر نت، بعد زمن طويل من التهميش والحرمان الشرعية في المقاطرة. يضيف الموقع: بعد تحريرها من ميليشيا الانقلاب ظلت المقاطرة تنتظر يوما بعد يوم زيارة مسؤولي الدولة لكي توصل رسالتها وتعيد الحياة لها. قال الموقع أن كثيرين نسوا المقاطرة، وليس منهم محافظ لحج اللواء أحمد التركي الذي وصل إلى المديرية برفقة قيادات السلطة الشرعية بلحج. وعن الترتيب لزيارة منطقة مشتعلة، قال الموقع: مساء الجمعة الماضي أعلن قائد اللواء الرابع مشاة جبل العميد أبو بكر الجبولي حالة الاستنفار، ونشر قواته في جميع أنحاء مديرية المقاطرة لتأمين زيارة قيادات الشرعية. يعنون موقع الحرف 28 في صفحته الرئيسية: شركة الغاز بتعز تعلن تخفيض سعر الغاز المنزلي. قال الموقع أن شركة الغاز بمحافظة تعز أعلنت عن تخفيض سعر الغاز المنزلي في الوقت الذي يشكو سكان المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثي من انعدام الغاز وارتفاع قيمته. ودشن ممثل شركة الغاز بتعز المهندس بلال القميري توزيع الغاز في منطقة الخط الدائري بسعره الجديد المحدد ب 2300 ريال للأسطوانة بدلا من السعر السابق 2500 ريال، وطالب القميري زيادة مخصص المديريات المحررة في تعز لأن الحصة المقررة الآن لا تفي بالغرض كون مديريات المحافظة مترامية الأطراف وتشكل كثافة سكانية عالية. ويعلق الموقع: تشهد المحافظات الواقعة تحت سلطة الحوثي انعدام مادة الغاز المنزلي من المحطات والوكلاء، ولا يتوفر إلا في السوق السوداء وبأسعار مرتفعة تصل إلى 7000 ريال للإسطوانة. لا تصالح. تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في صحيفة الخليج، مضيفا في جزء من المقال: حين كتب الشاعر الراحل أمل دنقل قصيدته المشهورة بعنوان لا تصالح، كان يخاطب العربي الجريح والمهزوم في حرب يونيو حزيران، ولم يكن يخاطب فتح أو حماس أو أي فصيل فلسطيني، بحيث تصبح المصالحة مستحيلا رابعا في أدبيات السياسة العربية وبالتحديد الفلسطينية. وإذا كان ما يسمى صراع الأخوة الأعداء أو حرب التوائم موضوعا أثيرا في الأدب كما في رواية الإخوة كرامازوف لدستوفيسكي، فإنما جرى بين التوأمين اللدودين فتح وحماس من تبادل الإهانات الذي تجاوز حتى التخوين لا تعالجه رواية أو حتى ملحمة، لأن عدة عواصم عربية فشلت في تحقيق المصالحة بين عبس وذبيان بعد أن أصبح لهما أسماء معاصرة. وقد سبقنا عجوز فلسطيني طاعن في النضال والصبر والإحساس بالخذلان حين قال: إن حكاية الراعي والذئب لها تأويل فلسطيني لمن يتسع خياله لذلك. فليس من المعقول أن يقع مثل هذا النزاع وتتعمق مثل هذه الخصومة تحت الاحتلال، لأن الاحتلال في النهاية هو من يحول الضارة العربية إلى نافعة له. وحين رأى بعض المراقبين أن كل بشائر المصالحة وصف بالسوداوية والتشاؤم، وقد أصبح جليا أن ما كان يمثل على خشبة المسرح غير ما كان يدور وراء الكواليس، وأن هناك خطابا سياسيا مزدوجا حال دون التقاء هذين المستقيمين المتوازيين في فيزياء السياسة الفلسطينية. إن السرعة في العودة إلى أول السطر بعد كل خلاف له دلالة واحدة، هي أن هناك تغذية للتوتر وإدامة لأسباب الاختلاف بحيث يتحول إلى خلاف. فهل في الدراما الفلسطينية بكل حلقاتها من الحصار والمطاردة والتهويد قدر من الرفاهية السياسية يتيح للتوأمين أن يصبح لدودين، وللراية أن تنشطر رايات، وأخيرا لفلسطين أن تصبح فلسطينيات؟
السجناء الذين تم وضعهم دروعا بشرية في سجن الشرطة العسكرية بصنعاء واستهدفهم طيران التحالف العربي ظلوا من دون دفن، وأرادت ميليشيات الحوثي المساومة بجثثهم ومبادلتها، وكان بينهم عدد كبير من تعز. وعنوان موقع المشاهد: تشيع جثامين 16 مختطفا قتلوا في سجن الشرطة العسكرية بصنعاء. قال الموقع أن تعز شيعت 16 مختطفا قتلوا بغارة للتحالف العربي على معسكر الشرطة العسكرية بصنعاء في ديسمبر الماضي الذي كان مركزا لاعتقالهم. جاءت عمليات التشييع بعد صفقة تبادل للجثث بين جماعة الحوثي والجيش الوطني بتعز. أفرج الأخير مقابل ذلك عن جثث 25 من مسلحيهم قتلوا خلال المواجهات في محافظة تعز. يتابع الموقع: كان أكثر من 40 مختطفا سجنوا في الشرطة العسكرية بصنعاء من قبل الحوثيين، قد قصفهم طيران التحالف في ديسمبر الماضي، ورفض الحوثيون تسليم جثثهم إلا بصفقة تبادل بينهم وبين الجيش الوطني بتعز. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى أخبارنا المنوعة، فابقوا معنا. بين قوسين مساحة أسبوعية نسلط من خلالها الضوء على قضاياكم وهمومكم، نتتبع إنجازاتكم الثقافية والرياضية والفنية، نقف على أبرز القضايا السياسية والاجتماعية ونناقشها بدقة وتفصيل، نستطلع الشارع ونستضيف المعنيين والمختصين بحثاً عن الحلول. أهلا بكم من جديد. تناولت الصحف السعودية موضوع صواريخ الحوثيين وركزت جميعها على اعتراض الصواريخ وعلى اتهام دول بالوقوف خلف الهجوم. صحيفة الرياض اعتبرت الصواريخ تهديدا وعنونت: صواريخ إيران البالستية تهديد للشرق الأوسط. قالت الصحيفة: بينما قامت الصفقة النووية بالحد من برنامج إيران النووي، فإنها فشلت في التعامل مع نظام الصواريخ البالستية الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة. واعتبرت الرياض أن إيران زادت من نشاطها في تطوير برنامج الصواريخ في تحد للضغوطات الغربية وقرار مجلس الأمن 2231، وأجرت أكثر من 20 اختبارا منذ توقيعها على الصفقة النووية في 2015. تضيف الصحيفة: قامت طهران بزيادة مدى صواريخها ودقتها، وهناك تقارير أنها تنقل خبراتها للمجموعات التابعة لها مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن. وتستند الصحيفة السعودية إلى تصريحات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، حيث أوضح أن التعامل مع برنامج الصواريخ البالستية الإيراني هو مطلب أساسي لإبقاء الصفقة النووية، وبدأت الإدارة الأمريكية بمحادثات مع الدول الأوروبية لإيجاد وسائل للضغط على إيران. وتضيف الصحيفة أن الإدارة الأمريكية تحتاج للمزيد من المحاولات لإقناع الدول الأوروبية بخطورة الصواريخ الإيرانية. أما صحيفة القدس العربي فقد أرفقت تقريرها الخاص بصواريخ الحوثيين بفيديو يظهر زعيم ميليشيا الحوثي أثناء تهديده للسعودية، وعنونت القدس: الحوثي يهدد دول التحالف العربي بمنظومات صاروخية تخترق حصونها. تقول الصحيفة أن عبد الملك الحوثي أعلن أن مقاتليه مستعدون لبذل مزيد من التضحيات في مواجهة التحالف العربي بقيادة السعودية. وتستشهد الصحيفة بما قاله زعيم الحوثيين: لسنا نادمين على ما قدمناه من تضحيات، والمسألة عندنا ليست للمساومة. وأضاف زعيم الجماعة المدعومة من إيران والتي تسيطر على صنعاء منذ 2014: نحن نؤمن بأنه يجب علينا شرعا أن نواجه هذا العدوان الظالم.
أمراض العظمة، تحت هذا العنوان كتبت البحرينية بروين حبيب مقالها في صحيفة القدس العربي مضيفة في أجزاء من المقال. كان التلميذ يرث عن أستاذه كل علومه ثم ينطلق في بحثه الخاص فيطور ويضيف، وفي الغالب يبقى وفيا لمعلمه مع أنه قد يناقضه تماما في توجهه الخاص ويمضي في طريق مغاير لطريقه. في أيامنا هذه لن نجد شيئا مشابها لحكاية جلال الدين الرومي التي قلبت تفاصيلها حياة أمة، وظلت تسيل أحبار الأقلام إلى يومنا هذا تبحث في فلسفته وأفكاره وفي علاقته بمعلمه شمس الدين التبريزي. ولو أن الأمر أتيح لتابعيه وأعدائه سواء لشقوا صدره وبحثوا في مكنونات روحه عما خفي وبان من تلك العلاقة ومضامينها وأبعادها. وإذ ظل الرجل لغزا حقيقيا لم يكتشف سره كاملا، فإن الذاهبين خلف فكره يولدون إلى اليوم على مختلف عصورهم وهوياتهم ولغاتهم وأديانهم. إنه رجل عبر كل الأسوار البشرية التي تفننت الجماعات في صنعها لتبقى محمية من التفتت والاقتحام. وتلك نبوءة فريد الدين العطار الذي أهداه أسرار نامه حين كان صبيا وقرأ لحظتها في عينيه مستقبله العابر للأزمنة والأمكنة. في ذلك المفترق الخطير من حياته توجه الطفل صوب الكلمة التي انبثقت من أعماق الكتاب، وهذا ما كان أخطر من أي سلطان، ما جعل الرجل يحارب حتى حين تلاشت بقاياه في قبره. وحتما إن قلت إن الرومي كان مؤثرا أكثر من شكسبير فإني أصطدم بأفواه كثيرة تنكر ذلك، لكن من قرأ شكسبير وتغيرت حياته، من توقف عنده وأعاد النظر في رحلة عمره ثم قرر أن يصنع مصيره بنفسه، لأن ساحراته وجدن بوابة في رأسه وهمسن له بمستقبل مغاير. ركزت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم على الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها العاصمة السعودية، وفي ترجمة خاصة بقناة بلقيس نطالع من صحيفة لوموند الفرنسية. المملكة العربية السعودية تعترض 7 صواريخ فوق الرياض. قالت الصحيفة أنه تم اعتراض 7 صواريخ باليستية أطلقها المتمردون اليمنيون ليلة الأحد فوق المملكة العربية السعودية، وتسبب الحطام في مقتل شخص وجرح 2. وفي بيان للناطق باسم التحالف قال العقيد تركي المالكي أنه تم توجيه 3 من هذه الصواريخ إلى العاصمة الرياض، أحدها في مدينة خميس مشيط، و1 إلى نجران، و2 إلى جازان. وتزامن إطلاق الصواريخ مع الذكرى 3 للتدخل ضد المتمردين الحوثيين في تحالف عسكري تقوده السعودية. قالت الصحيفة الفرنسية أنه بمناسبة الذكرى السنوية للحرب التي انطلقت في 26 من مارس 2015، ألقى زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي خطابا هجوميا ضد السعودية والإمارات. إلى صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست والتي عنونت في أخبارها الأكثر مطالعة: الصين تمنع الضحك والمزاح أو المزح في التلفزيون والإنترنت. أفادت الصحيفة أن السلطات الصينية فرضت حظرا على نشر أشرطة الفيديو المضحكة والمحاكاة الساخرة من الأعمال الفنية على القنوات التلفزيونية وفي الإنترنت. تضيف الصحيفة: يرى الموظفون الصينيون أن أشرطة الفيديو المضحكة تقوض الأسس الاشتراكية الرئيسية وقد تهدد سلطة الرئيس الصيني شي جين بينغ. ووفق الوثيقة الرسمية لإدارة الصحافة والإذاعة والتلفزيون، يفرض في الصين الحظر على أشرطة أو يفرض الحظر على أشرطة الفيديو التي تشوه الأعمال الأدبية والفنية الكلاسيكية. ويرى المحلل الصيني من بكين فو جيان أن من سيرفض مراعاة القواعد الجديدة سيمنع من إمكانية العمل في القنوات التلفزيونية، أما أصحاب الصفحات في الإنترنت فسيتم تجميد صفحاتهم. جولتنا المصورة من صحيفة الجارديان والتي تنقلت بين العديد من أحداث العالم ومظاهر الحياة المختلفة نتابعها.
بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.